يبقى مسؤول عن الصيانة. نعم. تمام. بما ان ده ما سكنش وده ما سكنش لان فيها مجاري وفيها مجاري بدليل انه اصلا ما يعرفش انها تخصصت له الا لما قدم طلب النقل. ماشي. وهو بيشتغل في شركة غزل طنطا بطنط ومساكن السلام في ظهره. يعني مساكن السلام بينها وبين شركة الغزل لا يزيد عن 2 كيلو. تمام. البرما بينها وبين طنطا دي دائرة انتخابية مستقلة, يعني خارج مدينة طنطا بالكامل بدليل انها دائرة انتخابية مستقلة. وانا هدي صوت المينة دكتور. ماشي. هنا المشكلة زكي بيه انه متخيل ان احنا لما بنقول انه في مشكلة ان هو صاحب المشكلة. نعم. هو راجل جاي جديد رئيس مدينة, دي مش مشكلته. لكن يقول والله انا في حدود المعلومات المتاحة لدي بيتقال كذا. ده اللي خلاني اديله فرصة وان هو يطلع اكتر على ملف المشكلة دي, وعشان كده حتى ما بقتش اتدخل معاه كتير في, يعني جاي صاحبي بتقول لي افتح معاه في النقاط دي كلها, ما كانش في اي داعي هنتنقل تماما من مشكلة. وبعدين مش عيب, مش عيب ان يقول والله ادوني فرصة, ادوني فرصة ادرس هذه المشكلة والمواطن يجي لي وادرسها على الطبيعة وانزل لجنة معاه اشوف هل المواطن مخطئ ولا الوحدة المخطئة ولا استاذ المحافظ ضحكوا عليه في البيانات المقدمة اليه. من غير ما يطلب احنا ادينا له فرصة ان شاء الله حتى صباح باكر. دكتور احمد سلام, انا نفسي اي مسؤول, معلش اتفضل, اي مسؤول يحط الطلب ده بتاع مواطن. تمام. تمام. يحط اخوه في الوضع ده, يحط والده, يحط والدته, يحط نفسه هو في نفس المكان. كلام سليم. دكتور احمد انا في كلمه لسه التفكير ده ما وصلناش له. احنا بنضحك على بعض بالورق, بنضحك على بعض كل شيء تمام, بنضحك على بعض كل مصالحنا كده. طب انا بقى هاجب سؤال حضرتك بقى, ما دونس عايز المواطن يحط نفسه ويحط اسرته وحب لاخيك كما تحب لنفسك, يعني ايه جبت المقدمه من خارج